ممكن نعمل حاجة في حب النبي عليه الصلاة والسلام يبقى المزيكا بتاعتها كلها جاز، ينفع أصلا؟ طبعا طبعا. انا اقول لحضرتك على حاجه، يعني انا مثلا فتحي سلامه وانا قاعد معاه قال لي حبيبنا طه الفاشني بيسموه بره مطرب جاز. فعلا انا لما سافرت بقى لقيته هم بيقولوا على الشيخ طه الفاشني ان هو من اقوى مطربين الجاز في الشرق الاوسط. لا طبعا، لان هو بيرتجل على تيمة وبيرجع لها تاني وبيرتجل ويروح للدايره، فده بالنسبه له وده مطرب جاز. الكور بتاع الجاز بالظبط الكبير. طبعا هما ما سمعوش، يعني ما سمعوش الشيخ علي محمود ولا النقشبندي ولا الكلام ده، بس هما يعني عارفين طه الفاشني كويس جدا جدا. هو الراجل ده اصله كان في حته تانية خالص، اسطوره برضه اسطوره، ومش مش مش حدش معاه يعني في الحته دي. يمكن هو كان يعني كان استاذه الشيخ علي محمود طبعا، وهو اللي قدمه الشيخ علي محمود. الشيخ علي محمود انا بسمعه اكتر من الشيخ طه الفاشني، وبحبه اكتر من الشيخ طه الفاشني. الشيخ طه الفاشني بس الشيخ طه الفاشني ما اقدرش اقول غير ان هو مبدع جدا. بيعمل حاجات غريبه ما حدش بيعملها بصراحه، يعني ما سمعتهاش من حد تاني. طيب يعني وانا بعتقد الظاهر انه برضو الفاشني ده اسم ليه سحر كده، لانه بامانه والله يعني انت عارف انا مش هجاملك يعني، لان انا فعلا بحبك من قلبي. الله يخليك يا استاذ. هو انت برضو بتعمل حاجات زي ما كنا بنتكلم دلوقتي، انه في مره من المرات واحنا هنا في البرنامج بدات ترتجل وبدات تشتغل، ودي حاجه كانت بره الثيم او المين ثيم بتاع اللحن نفسه. بالظبط، ولحد دلوقتي بنعملها كده احيانا في حفلاتنا، يعني بنقول لهم نعملها بنفس الشكل اللي عملناها ساعه ما كنا مع يوسف الحسيني. نعملها فنبقى فاكرين. يعني انا بص في كل حفله ممكن اقول مثلا 7-8 اغاني هم اللي قلتهم الحفله اللي فاتت، بس المره دي بشكل تاني خالص، لحن جديد وتوزيع جديد، وكل الشباب معايا بيبقوا جاهزين ان هم يعملوا كده. يعني من احسن ايامنا احنا بنحبها، حتى هم ممكن حفلات الساقيه بتاعتنا بنيجي بدري كلنا وبنقعد وبنبقى مبسوطين جدا ان احنا طالعين على المسرح نعمل حفله، مش طالعين عشان مادة ولا أي حاجة، لا احنا طالعين نعمل مزيكا النهاردة. مش شغلانة. لا لا مش شغلانة خالص. أنا ما أنا لحد دلوقتي مش شغلانة بالنسبة. أنا عارف أنا عارف يعني أنا أجزم بذلك. طب أنا عايز أستأذنك في إن احنا نسمع حاجة. سمعنا اللي أنت عايز تسمعه لنا والله زي ما بقى تيجي بقى. بدم مناسبة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى عملت مع المحترم حمادة هلال حبيبي. أنا بحبه قوي. هذا الرجل الفنان الكبير المتواضع بتاع ربنا حبيب آل البيت، يعني انا بقول كده مش بقول لك حماده حقك والله بجد، حماده يعني ابن حلال قوي قوي قوي، وربنا أوي سبحانه وتعالى تحس كده ان ربنا حبه. وكل ما يكلمني اكون يا في سيدنا الحسين يا في ستنا زينب ما شاء الله يعني. والحمد لله رب العالمين. هو قال لي احنا عايزين نعمل حاجه مع بعض في رمضان اللي فات، وعملنا اشتاقوا يا الله لسيدنا النبي ونزلت في المداح، فانا بحبها جدا وبتفائل بيها لان هي كانت مع حماده. حماده اسطوره الوادي. والله اسطوره الوادي مش كده؟ تسمع؟ يلا بينا. ماشي يا استاذ. اشتاق يا الله. يشفيها
ترقوا أشتاقوا يا الله والقلب خفاقوا في حضرة المحبوب يهدي والنفس يشفيها في الحب ترياقه الله 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 يا رسول الله صلوا على الهادي الله 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 يا رسول الله قلبي لك منادي الله قلبي لك منادي هم الحياة بداخلي في حبكم يا والشوق قد ضم الهوى جعل الفؤاد يحار من الأبرار فالشوق يسري داخلي والشوق كالأمطار أمطار الله 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 يا رسول الله صلوا على الهادي وله الكرامة والعلا والمحسب 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 سيدي يا رسول الله
الحلم والخلق العظيم صفاته وله الكرامة والعلا والمحسب والمحسب وقرأ بسم الله فيه داعيا واصطفاك المولى بهم تتعجد الله اسمه إلى العليا